ألف العافية. قد ايه عم تجي الكهرباء عندكم بالهلالية هون؟ شو يعني كهرباء؟ هي ما في كهرباء، أنا بالطابق الثاني. شو حتعمل؟ مش عارف. باشي شو بدي أطلع؟ ناطرين هلا نطلع على الثامن. بس تيجي كهرباء نطلع على الثامن. كم ساعة عم تجي؟ ما له موعد محدد، يمكن عم تجي ساعتين أربع ساعات. ولا ساعتين. إذا جابوها ثلاث ساعات ما بيجيبوها، كل ساعة يا ساعتين. يعني عم بيعطونا الكهرباء الله يرضى عليهم ساعتين ساعة هذا عمال بعدين لشو الكهرباء؟ لشو الكهرباء؟ هيدا الشعب ما بيستاهل. كيف وضع الكهرباء عندكم بالحي؟ أزبد من الزفت، بتجي نص ساعة وبتروح. دولة لهالحكومة ولهالحياة اللي وصلونا إلى يعني الله يعينك. كل يوم بتعلى 20 مشوار 30 مشوار ماشي على الدرج، صار معنا مفاصل، صار معنا روماتيزم، خليها ربك. يعني ناطور البنية عشان هيدا يطلع 50 مشوار بالنهار. أنا بيطلع علي فاتورة الكهرباء بالشهرين 60 ألف. وقد عم تدفع للدولة؟ الدولة حسب ما بنستهلك. قديش بتجي الفاتورة؟ 40 50 60 ألف ما بعرف حسب. هذاك الشهر دافع 124 كهرباء وبندفع موتير، هلا بدهم 125 اشتراك 50 أمبير. في ضو هون؟ ايه في ضو، اذا هلا دوب اللي اشتغل بعد شوي بيقطعوها. ما في ايش كهرب، لا اعوذ بالله. والفاتوره يا لطيف الله اكبر، عم بدفع 100 دولار 150 وصولي مليانه قد ما بدك وصولي. والله بننطره هاي الاصولي كلها، ما بننطره منعطي لا يجي لنعطيه. يعطيك العافيه. اهلا الله يعافيك. شو عم تعمل؟ عم نفحص خطوطنا. شوف قد ايه عنا صاحب كهرباء المتاجر صاحب الاشتراك. عم تستفيد من هالازمه اللي قاطعه هلا بهالبلد؟ لا والله نحن عم بيقطعوا لنا كل يوم ست ساعات. بدكم قطع؟ بنقعد ساعة بقننوا اوقات من 6 الصبح للثنتين، اوقات من الثنتين لثمانية. بس بشكل عام كم ساعة بتنقطع؟ بشكل عام بنقطع بحدود 6 او 8 ساعات. هل بتختلف عنكم من منطقة لتانية هون؟ اي معلوم، فعندك مناطق نحن بنكون مضويين لحد ما في كهرباء. يعني الكهرباء عندي بالبيت كل شهرين بدفع 60 ألف وموتير 50 دولار. يعني مبدئيا بين اي سيات اذا في او كذا كمان بحدود ال 100 دولار. نحب نسأل نفسي هالمسؤولين انه يا هل ترى عم تنقطع عندهم الكهرباء هني؟